ده برقع من ذهب وتاج حاجة يعني حاجة إشي خيال يا ناس. مجوهرات بيت الذهب، مجوهرات بيت الذهب، وده فعلا بيت من ذهب، يعني حاجات مش مهم يعني، أكيد حقيقي. بيت الذهب بصراحة يعني عامل شغل من ذهب. يعني ايه تاني عنده بيت الذهب؟ طبعا من جوه يعني حاجات جميلة. ده ايه ده؟ ده كده ايه؟ ده فستان ده؟ فستان من ذهب، وده دراع من ذهب، وده ذهب في ذهب. يعني الفستان ده بصحة جميل، بس ده كام كيلو ده؟ ودي مش توجع الرقبة؟ وده شال من ذهب؟ ودي جزمة من ذهب، الجزمة معمولة بذهب. يا جماعة يعني خد روحكم، انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده واتفرجوا عليه ايه مرة واثنين وثلاثة. ده برقع من ذهب وتاج حاجة يعني حاجة إشي خيال يا ناس.
نصور بس البتاع ده بعناية شوية عشان انا حاسس ان انا فوتته. الفستان ده ورا يعني ده فستان فعلا حاجة تحفة 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 يعني.